إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. أهلا بكم مستمعات مستمعي إذاعة صوت المرأة في عدد جديد من برنامج مقهى النساء. عدد اليوم لمقهى النساء خصصناه للحديث عن التنمية البشرية، هل هي علم أم وهم؟ إذا تحضر معي في هذه يعني الطاولة المستديرة الأخصائية النفسية فاطمة زهرة كشاد. مرحبا بك فاطمة. ميرسي على الدعوة، مرحبا بكم، مرحبا بمستمعينا الكرام وشكرا على الدعوة. شكرا. وتحضر معي أيضا المدربة في الموارد البشرية ومتخصصة في دورات الوعي الأنسة ريما، السيدة ريما بالهراوي. مرحبا بك ريما. السلام عليكم ومرحبا بنا عندكم و on vous remercie pour l'invitation, on vous remercie pour la chaîne parce que c'est spécialisé pour la femme. ان شاء الله نكونوا نزيدوا لكم فائده ونكونوا دعم لكم. اذا شكرا لك ريما وشكرا لك فاطمه على تلبيه هذه الدعوه. التنميه البشريه او تطوير الذات، البرمجه العصبيه، التخطيط الشخصي الاستراتيجي، مسميات مختلفه او مفردات لعباره واحده ممكن، لكن يستعملوها بعض المدربين او حتى يعني المختصين في تدريب أشخاص في الوعي أو في النجاح في شيء ما أو تخطي صعوبات مثلا أو مشاكل، وهي يعني مسميات مختلفة لدورات ومحاضرات وكتب هدفها كما يقول يعني مؤيديها تنمية وتدريب الإنسان على يعني هدف معين. أما المعارضون فيعتبرونها مجرد بيع بالوهم، مما تجعل الفرد يهرب من الواقع وممكن حتى هذه الدورات ما تفيدوش في حياته. فاطمة خليني يعني نبدأ بك أنت كأخصائية نفسية، حبيت نسألك هل دورات التنمية البشرية هي تطوير للذات أم أنها مجرد تجارة؟ شكرك على السؤال. بون باش من نشرح نقلوا من قيمتها ولا من قيمة اللي راهم يتداولوا في هذا الأمر واللي راهم يمارسوا في هذه المهنة، وهي عندها كما الأستاذ الدكتور رحمه الله إبراهيم الفقي، كان دكتور وعميق في هذا تاع التنمية البشرية معروف، الأستاذ أحمد عمارة، كان عدة أسماء لامعة في المجتمع العربي وعندها وزنها، وفعلا داروا وحققوا إنجازات عظيمة وغيروا يعني كانت فيه فوائد، كانت فيه فوائد وما نكروش، فيه كتب عندهم عدة أشياء. لكن تبقى أنا السؤال اللي حبيت نعرفه واللي ما عنديش جواب ليه لحد الآن، الخلفية تاع هذه التنمية البشرية وشنو هي؟ كنا نرجع لعلم النفس، نعرفه باللي هو علم في حد ذاته، علم عنده خلفية. التنمية البشرية على وش يستندوا؟ علم النفس، نعطيك مثال باش يفهمونا الناس. علم النفس كي يجي شخص عندك عند الأخصائي النفسي باش يديله التشخيص، عنده اختبارات نفسية، دي تيست، باش يعرف بلي هذا الإنسان عنده هذا المشكل باش نعالجوه. التنمية البشرية أولا احنا عندنا في علم النفس العلاج الجماعي، لكن كيفاش يكون العلاج الجماعي؟ يكون بعد ما يكونوا عندهم نفس الحالة مروا بها جازوا هذيك الحالة وجاء واحد أخرين باش يمدوا لهم أمل، باش بعد جلسات علاج يعطيك الصحة. لكن تاع التنمية البشرية يديروا تدريب جماعي ولا دورات تاع يومين ثلاث أيام، وباش هذاك الإنسان والشخص يحس روحه بلي يتحسن ولا عادي. دوكي هل ترى هذا كافي لجميع الحالات تاع الناس؟ هل هو كافي باش هاد الناس كامل رايحين يتعالجوا؟ انا راني حابه نشوف ثاني ما بعد كيفاش رايح يكون العلاج. ما بعد العلاج هذه كي تعطيله صح، ما بعد الدوره يمكن انها تفيد، يمكن انها يكون فيها حاجه ايجابيه بزاف، يمكن فيها انها تكون عندها نقاط باينه صح لحقوا ليها ويعاونوا هاد الناس، لكن هل هي كافيه بقعب كلش؟ وممكن هذا هو السؤال اللي راح نطرحه على ريما باعتبارها مدربة ومتخصصة في دورات الوعي، وخاصة انك محفزة وشفنا الكثير من الناس انهم يتابعوك ويقوموا يعني بالتدريب عندك وكنت محفز ليهم، ممكن تخطوا مراحل كثيرة. ريما باعتبارك متخصصة في التنمية البشرية، حبيت نعرف يعني مصطلح التنمية البشرية وما هي الاساسيات انت كمدربة لتقومي بها باش تخلي الانسان يسترجع ممكن ذاته أو حتى أنه يتخطى بعض المشاكل أو العقبات.
الو باش نبدا نعرف ديجا ما هي تنميه الموارد البشريه. هي في الوقت الماضي حدثت ترجمه خاطئه خاطر شبدا هذا العلم في امريكا. هو علم اكاديمي قائم في بحد ذاته في القرن 19 بعد ما صارت الثورة الصناعية. كي بدأ هذا التدريب بدأ في المجال الصناعي في أمريكا، كانوا حابين يستخلصوا الخبرات والإمكانيات تاع الكوادر باش هذوك الإمكانيات يدعموا بهم الموظفين في مدة قصيرة باش تكون الإنتاجية كبيرة. هو علم أكاديمي فلسفي حديث. تنمية الموارد البشرية ماشي تنمية البشرية، داكوغ؟ دونك نصحوا ديجا المفهوم للناس اللي تقول تنمية بشرية. ومن بعد تيكا كي لا بيريود مدة الأزمة الصناعية تحداوها وفاتوها، صابوا باللي هذا التدريب لازم يكون في جميع مجالات الحياة، في جميع مجالات الحياة. هو التدريب هو كمية من المعلومات من علوم النفس، من علوم الإدارة، من علوم الاجتماع، من مجموعة مهارات من جميع العلوم. هو على بها يسموه تدريب. الفرق بين التدريس والتدريب سيكو التدريس تقراي باغ اكزومبل 4 سنين باش ديري ليسونس في الصحافة. التدريب انا نقريك في سمانة، نعطيك انا الخبرة تاع واش خدمت كامل واش قريت باغ اكزومبل ان اكزومبل في الجورناليزم، نعطيك انا الخبرة، نعطيك الزبدة ونعطي لك التقنيات. انا ما نقولكش هل يعني ريما من خلال مداخلتك هل اسبوع تشوفيه باللي يعني هو كافي حتى يفيد هذا الإنسان اللي جاي يتكون عندك مثلا باش تعطيه خبرتك اللي ممكن اكتسبتيها في 3 أو 4 سنوات؟ تقدري تكوني اكتسبتيها في 3 سنوات، تقدري تكوني اكتسبتيها في 20 سنة، تقدري تكوني والمدرب الشرط الأساسي فيه أنه يكون مجرب. صافي هو في المسار الحياتي تاعو دار بزاف أعمال وجرب وأخطأ وتعلم. هو يعطي لك زبدة الخبره ديالو ويعطيها لك في شكل تطبيقي، يعطي لك ان سوبور مانيوال، مي بصح هو واش يدير لك في الدوره؟ يدير لك الاشياء التطبيقيه اللي تخدمي بها ديريكتومون. اكيد، وهذا راح نطرقوا له فيما بعد. ريما خليني نعود لك فاطمه، هل يعني تشوفي بلي في تعارض بين علم النفس والتنميه البشريه كعلوم؟ لانك انت باعتبارك درستي علم النفس وحاليا انت يعني تعملي في هذا المجال وتقومي ممكن باضافات او اشياء يعني في هذا الموضوع، لكن هل في تعارض؟ هل في نقاط توافق واختلاف بين المصطلحين؟ ماشي تعارض، لكن لخاطرش علاش قلنا في زوج هما راهم يحوسوا يطوروا ذات تاع الشخص يعالجوه كلش، لكن هي راهي تقول لك حنا ندربوا خبره تاع نمدوا له الزبده وكامل. هي راهم يتعاملوا مع علاج الشخص، انه هذه ما نتهونوش عليها. يجيك شخص فاشل ديزيسبيري راهو عيان راهو كذا، لازم احنا انا كاخصائيه نفسانيه مانيش راح نمد له التحفيز ونقول له روح، راح نحوس على هذا الشخص علاش وصل لهذه النقطه، علاش عنده هذه الامور. هذو الحاجات رايحه بالجلسات دوك انا طفل يجيبوه الاولياء تاعو يقولوا لي بلي عنده عدم تركيز وعدم ثقه بالنفس وكلش، انا مانيش راح نمدلو ديريكتومون فورماسيون ونروح نفورميهم بعد نبعثو. لا احنا رايحين نعرفوا، عندنا ميم حتى اتصال مع الاطباء، نديروا لي زاناليز لونفون الا ما عندوش جانب عضوي، نديروا له تخطيط تاع المخ الا مخو سليم، نشوفوا بلي هذا الطفل علاش راهو ماهوش يعرف يركز، ماهوش راي في هذه، عنده عسر الكتابه ولا الحساب ولا بالصح. في التنمية البشرية يروحوا مباشرة للتكوين، تكوين بصح نبحثوا على المشكل في حد ذاته باش نعالجه، والعلاج يكون مدعم على علماء، على مقاييس اختبارات ماشي غير هكذاك، ونتعاملوا مع هذا الشخص على انه الشخصية تاعو اصلا راهي في حالة غير سوية، هذا الشخص محتاج علاج. يعني ما نتهونوش بهذه الحاجة، ماناش راحين نمدلو باراسيتامول باش يحبس له الراس غير هذاك الوقت ومن بعد سي بون، راحين نعالجوه على المدى الطويل. انا نقدر نمدلك التحفيز
تحفيز التنمية البشرية تاع الناس الموتيفيها باش تدير رياضة، باش المرأة عندها أفكار سلبية روتين دائما في الدار الموتيفيها باش تخرج من هذه الحاجة. الناس راحين عندها اختبار وعندها قلق الامتحان شوية، مع قلق الامتحان ونعالجوه، قلق الامتحان شوية ونموتيفيها ونقدر نخرجك موتيفي وتروحي ديري دي شوز. بصح كعلاج وكالمدى الطويل أنا أعتذر لا. نجاوبها قبل ديجا يعني. ديجا التدريب والكوتشينج ماشي كيف كيف. التدريب ممكن تعرفينا مصطلح التدريب. التدريب هو الفرق. هي عملية مكممة معالجة لتغيير سلوكي ياك، وهو يكون في دي سبيسياليتي، يكون في تخصص. باغ اكزومبل واحد عنده بروبليم في تربية أبنائه، ديجا هذا سان بروبليم جينيرال، يزوجونا بلا ما يقرونا كيفاش ما هو الزواج، يقولونا ولدوا بلا ما يقرونا ما هي كيفاش ادخل ماما. يرجع للتنشئه الاجتماعيه يعني. لا هنا كاين خطا كبير في المجتمع الجزائري. الفرق بين التدريب والكوتشينج، التدريب هي اني انايا ندير لك نعطي لك كيما قلت لك مقبل خلاصه، ما نداويك ما ندلكش معالجه كامل، انايا نعطي لك الخبره، وانا بهذيك الخبره اللي نعطيها لك وبهذوك التمارين اللي ديريهم ندير لك توسيع نطاق محدوديتك وندير لك فتح لوعيك. كي يصرى الفتح تاع الوعي تاعك انت وحدك تعاودي تصيبي وين راهم الاخطاء وتصيبي وين اخطاتي وكيف سوف تصيبين. هدف التدريب، وتكون الهدف تاعو يكون عنده أهداف تدريب ماشي معالجة. ما نجيش ندير أنا يا دورة يعني تدريبية ماشي معالجة. نقدر نقول هو اتباع تقنيات أو مراحل. أنا نعطي لك تقنيات نفتح لك الإدراك تاعك، تحدث توسيع في محدودية إدراكك وتوسيع في وعيك، ومن بعد كنتي كي تحضري الدورة ويصرى لك وعي تولي تشوفي الاحتمالات المتاحة والداعمة والمفضلة بالنسبة لك، بالنسبة لقيامك ومبادئك وأهدافك. تخرجي من عندي تعرفي كيفاش وين راكي وينك حابة توصلي. خليني نسألك سؤال ريما على هذا يعني الموضوع. هل في أشخاص ما استفادوش من دورة، ما قدرتيش تفتحي لهم وعيهم على أشياء، ما قدرتش التقنية تاعك تكون متوافقة مع واش كنتي تطلب؟ أنا كي نمد الدورة، كي نمد المعلومة المادة العلمية، أنا نمدها لهم كامل بأسلوب واحد. أكيد. لكن في تفاوت في شوفي كاين اللي يجي للدورة باش يدي تحفيز، وكاين اللي يجي للدورة باش يغير حياته. انا باغ اكزومبل انا مثال، كي دخلت للدورة دخلت باش نغير حياتي. انا دخلت باش نغير حياتي، وانا في طريقي لاكتشاف ذاتي وتغيير حياتي اكتشفت بلي هذه الحاجة اللي نديرها دوكا كنت نديرها من قبل، كانت موهبة من عند ربي. كنت جو فوزي هاد لي شوز، هذا التدريب وهذا الكوتشينغ كنت نديره في المحيط تاعي. ياك هما يقولوا علماء التنمية البشرية، يقولوا الشيء اللي انت متمكن منه بكل يسر وإيزانس هذاك هو الحاجة اللي تفرقك على الآخرين، وهذيك هي الحاجة اللي حتدير معك فارق. أما الكوتشينغ وهي جلسات وان تو وان كيما يديروا لي بسيكولوج، هذيك ماشي في نهار وتروح، هذيك فيها معالجة. أكيد. على حسب الحالة تاع هنا كيف فيها العلاج هذا اللي يدير الكوتشينغ على واش يستند على البرمجة اللغوية العصبية، يستند على مراجع ومراشح في علم النفس ومراشح في هذا يكفوه يخولوه باش يكون يعالج شخص. وي مادام يخولوه. وسامحيني كلامك هو الكبير، واش الفرق بين لو بسيكولوج ولو كوتش؟ لو بسيكولوج هو اون كلك لو كوتش اي بو اتر بسيكولوج، لو بسيكولوج ني بو با اتر كوتش. علاه؟ لو بسيكولوج انا باغ اكزومبل كي نجي عندك عندي مشكل، انا كي نجي عندك كي نروح للبسيكولوج يكون عندي مشكل، انت تعطيني الحلول. انت لا سمحي لي هنا راكي غلطه، لي بسيكولوج هما يصيبوا الحلول. هنا راكي غلطه، انا يا بسيكولوج الناس بزاف تحسب باللي هو يمد الحل. بسيكولوج يقدر يخلي الشخص انه يكتشف هو المشكل تاعو، يولي هو يعرف المشكل واش عنده. كاين اللي بزاف ما يعرفوش المشكل تاعهم. انا مانيش ضد التنمية البشرية، لا مانيش ضد، انا نقاش برك. وراني قلت لك عندهم فوالا اميكال معاهم فوالا، كاين اللي راهم يديروا ما شاء الله. لكن انا السؤال اللي بقى محيرني، هل كافي انه اي شخص ما عندوش دوكا واحد يقرا اي تخصص واحد اخر ويجي يدير تدريب ويولي اسك هذه الحاجه تقدر تخوله باش يولي يدرب اشخاص ويولي يمد في
مدة قصيرة. تخولوا أستاذة واحد يقرأ هذا هو الهدف تاع التدريب، أخذ المهارات واكتسابها في فترة قصيرة. علاش؟ هذه هي باسكو تدي لو ميور دو تو الموند، فهمتيني؟ ماشي ندي نجي دو جوغ لوندومان ولي مدربة. أنا قريت عام باش وليت مدربة. أكيد، وهذا هو سؤالي راح يكون ديك أكيد ريما. هل في مراكز لدورات تكوينية سواء في التنمية البشرية أو حتى في اكتساب الذات أو حتى في تحقيق النجاح؟ أو مثلا شفنا مراكز الطفل الذكي، مراكز السوروبان، مراكز النجاح في الحياة، أسرار التعرف على أشياء أخرى. يعني شفنا الكثير الكثير من المواضيع اللي حاليا نشوفه باللي في المجتمع في ناس تقبل بكثرة. لكن هل يعني أي شخص يمكنه أنه في فترة العام أو فترة 6 أشهر أن يصبح مدرب، خاصة بعد ما ظهرت كثير من المراكز لدورات التنمية البشرية؟ ويعني وحبيت نعرف أكثر ما هي الشروط الواجب توفرها لفتح مراكز تكوين فيه. شوفي أستاذة، يقدر أي واحد يولي مدرب، ماشي معناتها لازم تكون عنده مؤهلات ديجا ويدرس. بصح هذا الشيء ماشي معناتها رح ينجح في التدريب. هذه هي الفرق، كي ديري الحاجه بحب وبشغف وتكون هي رسالتك وتكون الرؤيه تاعك في هذيك الرساله، هنا يكون الفرق. كاينين، ما رانيش انا دوك نقول لك باللي كاع المدربين ناجحين وكاع المدربين ما يخدموا سوا سوا، باسكو دوك الجزائريين كاين اللي عندهم نسبه وعي يامنوا بالتدريب، باسكو ماشي كامل تقدر تدخل تدريب. وكاين اللي لا راهم يتبعوا برك، وكاين اللي او يدرب وماهوش ناجح، ماهوش يدربك. انا نعرف وحده صديقتي دخلت للدورات عند واحد من الاساتذه تخربطت، كلي كيما نقولوا لا بيرجو لو نور. ماشي معناتها كل المدربين كيما الاطباء، ماشي معناتها كل الاطباء ناجحين، كيما لي بسيكولوج ماشي معناتها كل لي بسيكولوج ناجحين، كيما لي جورناليست ماشي معناتها كاع لي جورناليست ناجحين. اكيد هذا يعني يولي ايه ساهل، لا هذا يرجع لقدرات الشخص والتمكن من الشيء. الفايده ماشي كي نولوا كيما نقول لهم انا، الفايده ماشي كي نولي مدربه، الفايده انايا واش نقدر ندير في هذا الدومين، انا واش ندعم الناس، واش حنساعدهم باش يحققوا اهدافهم أكيد. ويغيروا حياتهم للافضل. هذا هو الهدف. اكيد. خليني نرجع لك فاطمه، يعني لماذا هذا السؤال كانت سبقتني فيه ريما وقالت بلي الكوتش يقدر يكون بسيكولوج والبسيكولوج ما يقدرش يكون كوتش. حبيت نعرف يعني شو هو ردك في هذا الموضوع، ولماذا لا يعني بعض نظرات الأخرى تقول لك بلي بسيكولوج ما يقدرش يكون كوتش؟ علاه؟ لأنه تو سامبلومون قرا باش يكون مختص نفسي، كيدا لو ديبلوم تاعو ديبلوم أكاديمي ده باش يكون مختص نفسي. هذا الكوتش يقدر اي كما كانت تذكر اي شخص يديرو. علاش هنا لا ديفيرونس تكون بين واحد عنده خلفيه علميه وواحد هو حب دوكا انا ندير كوميرس غدوه نحب نولي مدرب ندير مدرب، ماناش نقلو بهذوك الناس، بصح هنا لا ديفيرونس. واحد كي تكون عنده دوكا ميدسان كيكون سبيسياليست وميدسان جينيراليست سي با لا ميم شوز، هذه هي لا ديفيرونس. دونك واحد كيكون مدرب وعنده خلفيه علميه ليسونس اكاديمي مدارس علم النفس مبنية على مدارس على نظريات، حنا نستندو على المدارس على النظريات عندنا منطلق، بصح باش تكون هكذاك متكون في بريود صغيرة وباش تعالج خاصة الناس، أنا نقولو نعالجو، راهو هما راهم يديروا التغيير، بصح هذه راهو علاج، عبارة عن علاج. هنا وين التغيير يكون للأحسن ولا الأسوأ؟ يمكن الأحسن ولا الأسوأ. هاي ذكرت أكيد. مثال تاع زميلتها هي راهي فوالا سي سا. انا رحت خطر على جال بنتي عند اون بسيكولوج، ديجا كي هضرت معاها خرجت انا مريضه وقديمه، ماشي كيما دوك انت نوفال جينيراسيون شغل في عمرها كاش 55 سنه. الا غيان جون بسيكولوج لا وقفه لا هضره، هضرت معايا عند الباب، هضرت معايا كي رحت نطلبها شغل قالت لي غاولي. هنا باش ما نحقروا لا المدرب لا البسيكولوج، ما داخل في شخصيه الشخص، كاين باللي البسيكولوج ما يقدرش يدير لو رول تاعو. هذه اي انسان هو اللي يرجع. ومدرب باش الواحد جو بونس باش يصدم يولي مدرب ما عندوش مؤهلات، انا ما شكيتش، انا يا راني جو سوي ليسونسي في الماليه والتسيير وعندي تقني سامي في تسيير الموارد البشريه وعندي جو سوي محافظ حسابات جو سوي كوميسير او كونت. انا خدمت. خلينا ما نخرجوش على الموضوع، خلينا نبقاو في موضوع التنمية البشرية. في بعض الآراء تقول بأنه الشخص الخجول مثلا لا يستطيع الخروج من هذه الحالة أو التواصل مع الآخرين حتى لو خضع يعني لمئات الدورات التكوينية. إن لم يرد
إذا ما كانش أنت كمدربة مثلا ما هي التقنيات اللي ممكن تشوفي روحك تقدري تتبعها حتى يخرج هذا الشخص من هذه الحالة؟ شوفي هذه الحالة لو كان ما يجيش هو حاب يخرج منها ويجيبوه ماله ويخلصوا عليه كامل دراهمهم المخير تاع المدربين يجيبوه له ما يقدرش يخرج منها. هنا علاش قلت لك التدريب كاين اللي يجي له باش يغير حياته كاين اللي يجي باش يحفز روحه وخلاص. هنا تنطابق الآية لا يغير الله بنفس بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. لو كان هو يكون عنده الرغبة باش يتبدل ويخرج من هذيك الحالة اللي يكون فيها أيوه خجل هل تعالجه مباشرة تمدي له لا ميثود برك ويطبقها؟ عندي تقنيات عديدة نقدر نستعملها، عندي تقنيات الأكسس، عندي تقنيات البرمجة اللغوية، عندي تقنيات نقدر وتعرفوا هذا الشخص علاش عنده تحوسوا تفهموا الشخص هذا علاش خجل ونعالجوا الأسباب أصلا باش يروح. الأسباب هي اللي تؤدي إلى الغيزولتا إلى النتائج. وش حال زعما تستغرق هذه المدة؟ على حساب على حساب شخص، حسب القابلية تاعو، على حساب الحالة اللي يكون فيها إلى بزاف غيزيرفي ولا عنده نسبة، على حساب على حسابه هو. شوفي المدرب على حساب كيما تقولوا انتم على حساب الباسيون اللي كانت عنده قابلية كيف كيف. فاطمة خليني نرجع لك مرة أخرى، هل دورات التنمية البشرية والذات مفيدة أم لا؟ مفيدة في بعض الأحيان كما ذكرت في الأول، مفيدة ما ننكروش أنها كاين. وبالنسبة لهذا يعني ما نقدرش نقول لك مواضيع، ولكن نشوفوا الكثير من الدورات تحمل أسامي جديدة. مثلا في الأسرة نعطيك مثال، طفل ممكن يكون يدرس بمجهودات الخاصة وممكن ما يعرفش يتواصل مع أهله نظرا لأنه هو في شخصيته منطوي أو منعزل، ممكن يكون عنده خصوصيات، هذه أي شخص فينا عنده يعني مميزات تميزه على غيره. لكن شفنا مؤخرا مركز الطفل الذكي، يعني هنا راح نحصره الطفل في خانة واحدة، يعني يجب أن يكون ذكي ولا ما يقدرش يوصل هذا الشيء. أنا حبيتك تجاوبيني على هذا من منطلق نفسي. انا والله هادو ما اللي خرجوا مانيش ضدهم، وان شاء الله ينجحوا فيهم وان شاء الله يديروا حاجه. اكيد كلنا فيهم. مش ضدهم، لكن هذا الموضوع اصبح موضوع انا بالنسبه لي يجب اخذ كل واحد الأطراف. ربي دار فروق فرديه، كل واحد عنده قدرات المستوى. احنا عندنا انا كيجيني الطفل ويكون عنده اي مشكل اول نقيس له الذكاء تاعو باش نعرفوا الا عنده ذكاء منخفض معتدل متوسط بسيط وغيره. هذه الحاجه الاولى. الطفل تقدري تي والديه يدخلوه لهذا، هو قدرات ربي دايرها له محدود ما يقدرش. دونك هنا رانا نظلموه ندخلوه بالك يولي في صعوبات التعلم وهو ماشي ما عندوش اصلا، وكان طفل عادي كان قادر يكمل. انا وكان يديروا هذوما الدورات اللي يديروهم للاطفال يزيدوهم ك بلس هكذا ليهم للدراري، معليش بصح كنبنوا عليهم قاعده بلي هذا الطفل بيه راح نرجعوه ذكي راح نرجعوه اينشتاين منه، هذه خطا. هنا لا لا باش نزيدوها له دي زيكزيرسيس هكذا افير باش ندخلوه اكتيفيتي ولا فوالا بصح باش نديروه كمعتمد انه هذا الطفل راح نتصوفي وراح نترجعوه الذكي راح نترجعوه الذكاء تاعو مستوى فوق 120 درجه. هنا لا لا ريما حبيت نسالك على تخصص يعني الوعي، شو تقصدي بانك ترجعي شخص الوعي تاعو؟ ماذا بينا نعرفوا اكثر هذا المصطلح؟ اكيد تفضل. الو شوفي الوعي، الوعي هو اجمل حاجه يعيش بها الانسان، هو كيما نقولهم اتخ حي، تكوني حيه هذاك هو الوعي، تكوني عايشه وحيه ماشي كيف كيف. حنايا عندنا راح نقول لك شنو هو الفرق. الفرق انه حنا ملي نكونوا صغار وحنا نتبرمجوا عندنا برمجيات نحبوا ولا ما نحبوش بغرضنا ولا بلا غرضنا. عندك عقل واش يشوف يسجل، واش يشوف الاستاذ، واش يشوف الحومه، واش يشوف يماه، واش يشوف باباه. كي تكبري انت تولي انت يا جزء عندك فيك دخلك جزء من كل واحد. لا بروف دي فوا نديرو حوايج نتصرفو تصرف كي نكملو نتصرفو نقولو بصح حنا وعلاش درنا هكذا، انا وعلاش درت هكايا، واش دارها لي باش جو مي كومبورت هكذا. هي خاطرش هنايا البرمجيات المرسخه في عقل الانسان تولي ام بعد تيكا اوتوماتيك، يولي امر اوتوماتيكي لا واعي يتحكم في الوعي. دورات هذه تفتح لك الوعي. كيفاش تفتح لك الوعي؟ تولي تعرفي انت هذوك الحوايج اللي كنتي لا بلو بار ديريهم ديجا كي تفهمي ما هي البرمجه اللغويه العصبيه تعودي تفهمي واحد الحوايج كنتي ديريهم بلي صح ماشي تاعك.
ومباك ما تقدريش في هذيك الدقيقه تحب تبط ليهم خاطرش اللاواعي هو اللي يكوموندي دوكا. بالنسبه للبرمجه العصبيه اللغويه، يعني هنا لازم كل شخص حتى الناس اللي ما قراتش ما سمحت لهاش الفرصه باش تقرا تكون على بالها البرمجه. مثلا نحن ما نقدروش يا لو كان نيفو 1 مثلا نحن ما نقدروش نلومو اهلنا ولا والدينا ما يتصرفوا شيء معين، ما نلومو حتى واحد، ما يحتمش عليهم انهم يعرفوا البرمجه. احنا ما نلوموهمش وما راناش مجبرين نغيروا اي واحد في المجتمع تاعنا. حنايا وشنو الحاجه اللي نقدروا نديروها مليحه؟ احنا نخدموا على روحنا ونغيروا احنا من روحنا. احنا اصلا واحد فينا ما راهو مسؤول على الاخر اكيد، باغ اكزومبل كي يكونوا الابناء تاعك صغار ولا مي بصح كي تولي تدخلي في مجال الوعي وتحل الوعي تعودي فيقه فاطنه تعودي تقولي فينالمون هذوك الحوايج كنت نديرهم سي باسكو كي كنت مبرمجه، ومن بعد تيك هذوك هذوك السلوكيات كي تتمكني منهم تولي مهارات، يولي تولي برمجي عقلك اللاواعي بالواعي وتعودي عندك اون كونسيونس تفيقي الحاجه قبل ما ديريها ترجعي انت. انا من الاخر نقول لهم ترجعوا نتوما تتنقاو. كيفاش هذا؟ شوفي باغ اكزومبل في هذاك باغ اكزومبل البي ان ال 1 باغ اكزومبل البرمجه اللغويه العصبيه، برمجه اللغويه العصبيه تفهم لك البرمجيات من نهار زدتي حتى راكي دوكا. شوفي دوكا دي كومبورتمون باغ اكزومبل انا كانوا عندي دي كومبورتمون ايدنتيك او كومبورتمون دو ما مير، سي تو تافي نورمال انا كبرت معاها تاثر. كي دخلت انا في مجال الوعي في البحث، انايا كي دخلت مجال الوعي دخلت على جالي انا وعلى جال ابنائي، ماشي باش نقري ولا نيمبورت، دخلت باش نبدل حياتي. كي بديت دخلت في مجال الوعي بديت عباك واش نقول لهم؟ نقول لهم الوعي هو الطريق الى اكتشاف الذات، واكتشافها هو بدايه الحياه. خلاص انا ريما ما نشبه حتى واحد، انا يا ريما خلقني ربي لو كان جينا نتشابه عندنا كاع بس ما تتشابه. اكيد كل انسان يعبر عن نفسه. ولي كومبورتمون اللي كنت نديرهم ماشي توعي وتنفيق قبل ما نديرهم وما نديرهمش وماشي التوعي سا ما بارتيان با. علاش قلت له؟ قلت لهم الاصدقاء تاعي قلت لهم البي ان ال لازم اي واحد فوق الارض قرا ولا ما قراش عنده نيفو ولا ما عندوش نيفو يديرها بازيك. أخير عندي لك سؤال ريما، هل يمكن استثمار هذه الآليات والطرق اللي تقوموا بها على مستوى دوراتكم التكوينية في تطوير الذات أكيد دون استغلالها في مجال الربحي؟ بيان سور ماشي إيه تقدري لو كانت تكون المهنة تاعك مثلا أو ليو كو ديري الدورة تاعك بلو بري تاع 2500 ما على باليش ديرها باطل. شوفي مدام تقدري ديريها باطل اوني با كونتر، لو كان يكون ليكول تاعك لو كان ما تكونيش مخلصه لي شارج. شوفي حنا كي نجيو نديرو دوره نكريو القاعه اللي نديرو فيها الدوره باغ اكزومبل قاعه كيما هذه مليون و500 تقدري تكري انت هذيك هي المهنه تاعك بمليون و500 وتجيبيهم باطل؟ ما تقدريش. تقدري ديري بخي ارونجي وتقدري لو كان زعما انا دوكاني متفاهمه مع عده مراكز يعطوني المركز لمده نصف نهار يعطوها لي ما نخلصهمش، قلت لهم تعطوها لي كي شغل تساهموا معايا في الخير تعطوني المركز لزوج سوايع انايا ندير امسيات مجانيه ما نخلص على حتى واحد. انا نجيب انا نزيد من عندي نشيلهم جو نشيلهم الماء باش اصلا انا الهدف تاعي نشر الوعي التحسيس باش الناس تفيق تنوض كيما قلت لهم ينوضوا من الكوما اللي راهم فيها بروبرمون دي. والله العظيم كاين اللي قالوا لي ايه كاين اللي قالوا لي نوض خلصي ما نعطيلكش بورتو شوفي زوج سوايع اللي يعطيني نقدر ندير ابري ميدي غراتوي ونديرها اني ناويه في كل حومه. اللي ما يقدرش يعطيني باغ اكزومبل هذه امسيه مجانيه ما فيها ني ديبلوم ني كاشي ني والو وتساهم في تنميه الذات اني بارتونت ميم اي واحد دوكا يقدر يمد لي ليكول يبعث لي نمد له امسيه مجانيه. بصح كاين وين دورات انا لازم نخلص صافي انا لازم نخلص ليكول المنظمين فهمتيني اكيد وتكون في المعقول اصلا ما كيما يقول نزمه اللي حبي ترفه العام طويل ماشي تروحي في نهارك حبيتي اكيد ريما ويبقى في هذا الموضوع يعني حديث كثير. فاطمه في الاخير حبيت يعني نسالك سؤال، شي هي نصيحة اللي توجهها لكل المدربين أو المقبلين على شهادة مدرب في مجال التنمية البشرية وحتى يكونوا متمكنين ومحترفين أكثر في هذا الموضوع؟ إن شاء الله يتوسعوا أكثر في هذا المجال، مدى بينا علم جديد ويفيدوا به المجتمع جديدة. ثقافة جديدة ويفيدوا به المجتمع يكون مكمل لما لا، ومدى بينا ما يشوفوش غير الجانب الربح بس فيه بزاف ربح رانا نشوفوا ولا بلوس كوميرس أكثر من ما لاش عليك
لا اون بارل با دي تو. كاين اسامي معروفه وكاين مبالغ خياليه. انا كي سمعت لو بري نخلعت. كاين فوالا سيكولوج دخلوا في هذا الميدان. وي انا تلم الفضول داني حبيت ندير دوره باش نشوف على واش راهم هكذا نكون لداخل. بون عرفت عليه كامل. روح نعطيك دوره غراتوي انت يا بس عارفه. ماذا بلي الدوره الجايه تحضري فيها من عندي باش نشوف هادو واش راهم يمدوا هكذا. كيما ذكرنا ما نكروش باسكو كاين اسامي في الوطن العربي برزت وراهم الاستاذ احمد الفقيه الله يرحمه رحمه الله عليه مازال هو مات ومازال الكتب تاعو مازال لي صوت تاعو بصح. ان شاء الله في الجزائر يكون صح عنده وزن مصداقيه ان شاء الله اللي يكونوا كف هادو اللي راهم يديروا فيه. شوفي مدام اللي ماشي يدير هاد الحاجه كيما نقول لهم انا بشغف ما يطولش يدير دراهم بصح والله ما يقعد فيها كيما يقولوا ناس زمان صفيها وقعد فيها يقعدوا غير اللي صح ربي دارهم في هذا المجال انا هكذا نامن. وعلى هذا راح نختموها حلقه اليوم. كان الحديث معكم فريمون بيان سور تفضلي. انا نعرض كامل اللي راهم يسمعوا في هذه الميسيون. عندي محاضره ان شاء الله تكون الاسبوع الاول من شهر افريل واسمها رحله الوعي. هي الرحله الى الذات وهي الطبعه الاولى وتكون ان شاء الله عندي رحلات وان شاء الله في كل طبعه يكون موضوع متمم للاول والثالث متمم للثاني سلسله من رحلات الوعي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله كلمه اخيره ان شاء الله نحضروا وتبدلي لنا بالك احنا ثاني نولوا مدربين. شكرا. اكيد ريما نتمنى لك كل التوفيق ويعني هذا كيف ما نقولوا الاختلاف لا يفسد للود قضيه هو ما يكون غير موضوع ونحن طرحناه للنقاش حتى يكون يعني المتتبعين او الناس اللي راهي تشوفينا وحتى المقبلين على دورات في الوعي واكتشاف الذات وحتى النجاح ممكن في طريق معين لما لا. نحن نتمنى النجاح للجميع ولكن يبقى موضوع مطروح للنقاش. شكرا ليك فاطمه الزهراء كشاف وشكرا ليك معنا وشكرا ليك سيدي وشكرا ليك ريما على تلبية الدعوة وشكرا لكم. ناخذوا مواضيع جدا مهمة وشكرا لك أستاذة ومعرفت خير. يسلمك ميرسي. شكرا لكم أنتم مستمعي إذاعة صوت المرأة. نلتقي في عدد جديد. إلى اللقاء. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة. إذاعة صوت المرأة.